السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في ارضي باش تشوفوا الجد اللي داخل اليوم. اول حاجه لاحظتها جديده هي هذه في الباكيه فيهم جوج اللي خدامين الحجيرات هكا، راهم تاع الشاج تقدر تعلقوهم وتقدروا تحطوهم. كيجيهم مع الحجيرات هنايا كما كتشوفوا الحجيرات تبقى البلاصه، وفيهم الاشكال كاين هذا الشكل، كاينه هذه اللي هي في الباكيه فيها وحده، كاينه هذه زوينه الشكل ديالها. نشوف واش كاين شي اشكال. كاينه حتى هذه الثمن ديالهم 6 أورو و99 سنت، وجابوا اليوم حتى هذا كنديرو فوق الناموسية اللي كيصلح يوميا بالألمانية تاكس ديكا. اللي عجبني فيها في هذه فيها جوج، تقدروا ديروا هذا اللون وتقدروا تقلبوه الا بغيتوا ديروا هذا اللون، واللي فيهم 210 على 280 سنتيم، وفيهم الالوان كاين هذا اللون وكاين هذا الكري فيه جوج، كاين الكري الفاتح والكري الغامق. هذا كاين فيهم جوج تاع الالوان، الثمن ديالهم 9 أورو و99 سنت. وكاينين حتى الاغلفه نتاع الاغطيه نتاع الناموسيه، كاينين هادو اللي فيهم 135 على 200 سنتيم، والوساده فيها 80 على 80 سنتيم. فيهم الالوان، وحتى هذا تقدروا ديروه على جوج مرات، اما الابيض اما البرتقالي. وكاين هذا اللون هذا على جوج جهات، كاين هاد اللون هكا، وللثمن ديالهم 9 أورو و99 سنت. وكاين اليوم هاد الخزانة هادي اللي كيجي فيها هاد البلاصة فين كتحطوا الأشياء ديالكم، وكاين فيها الطاولة راهي كتفتح. غادي نشوف هنايا باش غادي نوري لكم حيت بعيد عليا. تقدروا تفتحوه على جوج جهات، هنايا تجلسوا تفطروا اولا تاكلوا اولا تحطوا هنايا شي حاجه، وملي تسالوا تقدروا تغلقوها هكا اولا تسدوها، ما كتاخذش نهائيا البلاصه، خصوصا اللي عندهم الكوزينه اللي هي صغيره. هذه زوينه واللي الثمن ديالها 99 أورو و99 سنت. وجابوا حتى الميكروفيلا هذه باللون الاسود، هنايا الساعه هذه فيها جوج، فيها ميكروفيلا وفيها الفران، تقدروا تستعملوا حتى الفران، واللي الثمن ديالها 99 أورو و99 سنت. وكاينه هذه عجباتني الماكينه تاع الغسيل المواعن، ولكن صغيره كما كتشوفوا، راه هذه صغيره هنايا احسن كتبان ليا. غادي نوري لكم منا باش كتكون من الداخل، تحطوها غير فوق البوطاج اللي ما عندوش الماكينه تاع الغسيل المواعن، تغسل لكم غير البصل والكيسان، كيجي مع هذا الشيء هكا، وللثمن ديالها 199 أورو. ولاحظت اليوم جابوا واحد الحاجه اول مره كنلاحظها في ارضي، هي اول مره كيجيبوا الناموسيه. هذه راه هي ناموسيه نتاع واحد الشخص وكتشوفوا راهي نتاع الخشب، واللي فيها 140 على 200 سنتيم، الثمن ديالها 79 أورو و99 سنت. وكاين حتى هاد الزرابي اللي فيهم جوج الالوان الكري والغوز، باش كيجيو مستطيل. الاضاءه ديما كنقول لكم الاضاءه في ألدي ضعيفه بزاف، كيجي هكا مستطيل، واللي فيهم 80 على 150 سنتيم، والثمن ديالهم 17 أورو و99 سنت. وجابوا حتى هاد الخزانه، راني درتها هكا باش تشوفوها، حيت كبيره تحطوها بحال البيرو هنا،
وعندها هذه بحال السبوره تقدروا تكتبوا فيها اي حاجه. كيفاش كتشي غادي نحاول نشوف كتبان شويه صعيبه عليا باش غادي نبينها. كاين هذا الشكل وكاين حتى الخزانه هكا. هذا الشيء ثقيل عليا بزاف، راه هي نتاع الخشب. شوف واش كاين شي اشكال لا، والثمن ديالهم 79 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد الانارات اللي في الباكيه فيهم 6 واللي كيلصقوا اما في الخزانه من التحت او كما داروا هنايا في الدروج تقدر تلصقهم حتى في الماريو. كاينين اما هادو اللي فيهم الالوان موحده، وكاينين هادو اللي فيهم الالوان كيديروا الالوان وخدامين تيليكوموند. هادو الثمن ديالهم 19 اورو و 99 سنت. وكاينه حتى هاد الاناره اللي عجباتني اللي تقدروا تحطوها تحت الخزانه نتاع الكوزينه او في الماريو كما قلت لكم. هذه رائعه والثمن ديالها 9 اورو و 99 سنت. وكاينه هذه هاد الاناره راه هي كبيره باش كتشي والثمن ديالها 29 اورو 99 سنت. وكاينين هاد الديكورات اللي عجبوني صراحه على شكل جزره دايرينها على شكل دار اللي خدامه بالحجيرات وكدير الاضواء. كاين هاد الشكل، كاين هذا اللي مكتوب فيه ويلكم، كاين حتى هذا تاع العنب حتى هو ويلكم. كاينين الاشكال، كاين هادو، هادو هما الاشكال اللي كاينين فيهم، ربعة تاع الاشكالات وللثمن ديالهم 7 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد الفاز، هاد راه تاع البلاستيك، هاد اللي بحال الحجر اللي فيهم جوج الالوان ولا ثلاثة. كاين هاد الشكل، كاين هذا، كاين هذا، وللثمن ديالهم 14 اورو و 99 سنت. وكاينين حتى هادو، هادو راه ما كيدخلوا للبراد نتاع الشاش وعندو الغطاء نتاع بلاستيك، ولكن هذاك نتاع الشاش هو اللي كيقدر يدخل نتاع الفراد اللي كيستحمل الدرجه نتاع الحراره 230 درجه. كيجيو هكا مستطيل وتقدر ديرو حتى في الثلاجه في ميكروفيل اي بلاصه. والثمن ديالو 11 اورو و 99 سنت. وكاينين هادو، هادو تقدروا ديروا فيهم بحال الشال بحال الاكسسوارات. كاين اما هاد الشكل، كاين هذا فيه جوج، كاين هذا بوحدو هكا وكاين هكا. بحال هذا غادي يصلح للشال باش غادي يبقى مقاد. وفيهم الالوان، كاين الغوص، كاين هذا الاخضر، كاين الاسود، وللثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. وكاينين هاد الريدوات، كاين هذا اللون، كاين حتى هذا اش كيجي، كيجي فيه الكريب من الوسط، وللثمن ديالو 17 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى السيت نتاع المعارق والفرشيت والموس خاص بالاطفال. كاينين هادو نتاع الوليدات فيهم هنايا هاد الحيوانات منا راهما نتاع الحديد. كاينين هادو نتاع البنيتات فيهم هنايا الاميرات وداك الشيء هكا. وللثمن ديالهم 4 اورو 99 سنت. وكاينين هاد الساعات نتاع الدراري الصغيورين، كاينين هادو نتاع الوليدات، كاين هاد الشكل، كاين هاد نتاع البنيتات، هاد نتاع البنيتات، هاد نتاع الوليدات، كاين هادا، كاين هادا للثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وكاينين حتى هادي، هادي راهي ساعة كدير الموسيقى وكدير الإضاءة في الليل.
كتغير الالوان من داك الاخضر الاحمر او الابيض. زوينه هذه، الثمن ديالها 12 أورو 99 سنت. وجابوا تحت الزرابي تاع الغرفه تاع الاطفال، هذا اللي كيجي دائري، شوفوا على الملمس ديالو رطيب. هذا كاين هذا الغوص بيبي اللي هما خاصين تاع الغرفه تاع البنيتات، واللي فيهم 100 سنتيم في الدوره. وكاين هذا القريب اللي على شكل سحابه، شوفوا على الشكل ديالو، حتى هو الملمس ديالو الرطب، اللي فيه 80 على 120 سنتيم، والثمن ديالهم 24 أورو و99 سنت. وكاين هذا، هذا عجبني خصوصا اللي عندهم دراري صغاري، هذا الرهية تاع ماركة معروفة تاع نوك، اللي كيجي هذا اللي كيصلح البيبونات باش كيتقطرو بحال الهيات. زوينة هادي، شوف واش فيها شي ألوان كيفاش كتجي منا، ولي التمن ديالها 11 أورو و99 سنت. وكاينين حتى هاد الألعاب تاع الخشب، اليوم دخلوا بزاف الأشياء خاصة بالألعاب تاع دراري، هذا من العام الفوق. وكاين حتى هذا، هذا راهو تاع الخشب اللي ملي كيوصل، راكم عارفين الطفل ملي كيبغي يتمشى كيتعلم عليه هكا، هذه احسن، كنفضل هذه على المشايه، وحتى الاطباء كينصحوا بهذه على المشايه. عندها الروايط من العام الفوق، هادو الثمن ديالهم 14 أورو و99 سنت. غادي نشوف كيبان ليا بحال الا كاين شي حاجه جديده هنايا. كاينه هذه، هادو اللي هما من صفر للفوق فيهم الالعاب، غادي نقلبها كيف كتجي. وجابوا حتى هاد البيبغونات كلهم الماركه تاع نوك، اليوم دخلوا الماركه تاع نوك في ألدي. كاينين هادو تاع البنيتات اللي كيبغيو يشربوا الماء، كاين هذا تاع الوليدات، كاين هذا، هذا من العام الفوق فاش كيكون منا، كاين اللون الاخضر هذا، ولي الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. وكاين حتى هذه، هاد العلبه اللي كنحطوا فيها الاكل بحال كما داروا هنايا العنب لوليدات صغارين، سناك بوكس، كيحطوا كيخشيوها كيديهم كيجبدوا باش ما غاديش يزلعوا، كيكون فيهم الالوان، كاين هذا اللون الازرق، كاين اللون الليله البنيتات، هذا الثمن ديالهم 4 أورو 9. وكاين هذا، هذا زوين بزاف اللي عندهم دراري عاد باقيين عاد صغيورين عاد، هذا كيسخن اما الحليب اولا الماء، ماشي كيسخن، كيخلي الحاجه سخونه على نفس الحراره اللي كيحتاجها الطفل. فيه 3 في 1 كما داروا هنايا، وحتى الماركه قلت لكم ماركه معروفه، الثمن ديالو جد مناسب 19 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد البيبغون نتاع الماء نتاع الوليدات الصغيورين من 6 شهور ل 18 شهر، قلت لكم ماركه نتاع نوك اللي دخلوا اليوم. كاين هذا تاع البنيتات، كاين هذا باللون الاحضر تاع الوليدات، كاين اللون الازرق حتى هو تاع الوليدات، شوفوا واش كاين شي الوان، الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. ولاحظت اليوم جابوا هادو صراحه انا عن نفسي كنت بزاف المرات كنقلب عليهم دوموند عبر الانترنت، ولكن اليوم لاحظتو هنايا في ألدي، هذا اللي كيصلح الناموسيه خصوصا الدراري اللي يلاه يعني كيبداو كيحيدوا لي كوش نتاع الليل، وكديروه على الناموسيه باش ما غاديش يخسر لي وقع شي استضاف في الليل، غاديش يوصل للسرير هنايا. راه هذا زوين،
راه هو عندي في الدار ولكن ما شريتوش من الدي حيت كنت كنقلب عليه وما لقيتوش، واليوم لاحظتو هنايا. الا وقع شي حاجه كتحيدو غير هذا وكتصبنوه، واللي فيه 140 على 150 على 200 سنتيم، والثمن ديالو 19.99 سنت. وكاينين هاد البيجامات تاع البنيتات صغيورين، هاد البيجامات اللي هما سخيخنين. كاينين هاد اللون، شوف هاد اللون، كاين حتى نتاع الوليدات صغيورين، هذا هادو بهذا الشكل، الثمن ديالهم 6.99 سنت. جابوا الاحذيه تاع الوليدات من 6 شهور للعام، هادو تاع الدار هما سخيخنين. كاينين هاد اللون، كاين هذا راه ما كيبانوش، ما بغيتش نفتح غير هذا كان مفتوح، ما بغيتش نخسر كلشي. كاين هذا زوين، هذا ديروا حتى هدي كهديه، كتبوا هنايا من الى. كاين هذا والثمن ديالو 7.99 سنت. وجابوا هادو تاع الدراري صغارين، هادو اللي كيتخشى هنايا باش الجيلات كيبقاو سخونين، كيبقاو غير اليدين، راكم عارفين اللي كيبقى ملي كيكون البيبي باقي صغير ديروا عليه المانطا، راه خطر عليه في النوم، يقدر يهز المانطا ويديروا على الوجه ديالو وغادي يبقى يتخنق. ولكن هكا الطريقه اللي كيديروا هنايا زوينه، الواحد الام كتبقى مضمونه راه الوليد اولا البنيتها هم سخيخنين، ولكن راهم في الامان بهذه الطريقه. غير جيلات كيبقاو سخونين والجسم، اليدين كيبقاو مفتوحين لنا. كاين هذا تاع الوليدات، كاين هذا تاع البنيتات، كاين هذا الشكل تاع الوليدات، كاين هذا الشكل اللي فيه 110 سنتيم. صراحه هذا عاملي بزاف، خصوصا راه البرد قرب، راه قرب ماشي عاد. ولي الثمن ديالو 9.99 سنت. وكاينين حتى هاد البيجامات تاع البنيتات والدراري صغارين، كاين هاد الشكل، كاين هذا تاع الوليدات، وكاينين هادو اللي كيجيو كيجيو كومبليت كيتخشى لداخل. كاين هذا تاع الوليدات، كاينين هادو تاع البنيتات، ولي الثمن ديالهم 4.99 سنت بنفس الثمن. الا خديتو البيجاما اولا الاخر بحال بحال. وكاينين حتى هاد السريولات اللي فباكيه فيهم جوج تاع الدراري صغارين، التوب ديالو رطب. كاين هاد اللون تاع البنيتات، كاين هذا اللون تاع الوليدات، وكاين هذا، كاين حتى هذا تاع البنيتات، وللثمن ديالو 4.99 سنت. ودخلوا حتى هاد لي بوت تاع الدراري صغارين، كاينين هادو تاع البنيتات كيفاش كيجيو، كاينين هادو تاع الوليدات اللي كيجيو بحال هكا بهذا الشكل، الثمن ديالو 11.99 سنت. وجابوا الالعاب تاع الدراري، هادو من العام الفوق، كيكون في هذا العلب، كاين هذا الشكل، كاين هذا، وللثمن ديالو 5.99 سنت. وجابوا حتى هاد الالعاب تاع الخشب، دائما كنقول لكم انا كنفضل الالعاب تاع الخشب على البلاستيك، خصوصا في الدراري اللي هما باقيين عاد صغار كيتعلموا. كاينين هادو، كاينين هذا، كاين هاد القطار تاع الخشب، هذا الشكل ديالو، الثمن ديالهم 4.99 سنت. ودخلوا اليوم حتى الشامبوان تاع الوليدات صغيورين، الماركه تاع بيبي كما كتعرفوا الماركه معروفه. كاين في هذا
كاين فيه هذا وكاين حتى هذا وكاين فيه حتى الكريم هذا بالثمن تاع الكريم 99 سنت. وكاين الكريم اللي كنديروه مور من الواحد ملي كاين ملي كدوشوه البيبي الثمن ديالو 2 أورو و49 سنت والشامبوان 2 أورو و19 سنت.